أعلمك القراءة من غير كتب تجويد؟ أخذنا في تجويد الميم الساكنة، الميم الساكنة في شرح الميم الساكنة قلنا إيه؟ قلنا لما بيجي وراها ميم تانية، لما بيجي وراها ميم تانية بيكون حكمها إيه؟ حكمها إدغام، أدغمنا الميم في الميم. طيب الميم الساكنة لو جه وراها حرف الباء، الميم الساكنة جه وراها حرف الباء هقول إيه؟ حكمها إخفاء، حكم هذه الميم إن هي تكون مخفاة، يبقى حكمها إخفاء، ميم ساكنة وراها باء حكمها إخفاء. هذا الإخفاء يسمى إخفاء شفوي، يعني طبعا بيخرج من الشفتين، بس خلي بالك أنا بخفي الميم مش بضغمها. يعني إيه بخفيها؟ بقول إيه؟ الذي أنتم به. سمعتوا ميم؟ لا ما سمعناش ميم، سمعنا زي زنة كده هوت، أنتم به. طبعا في الإخفاء دوت أنا مش بقفل شفايفي خالص، يعني مش بعمل لها إدغام وأقفل شفايفي كده جز عليها، ولا إن أنا أفتح شفايفي كده فتحة كبيرة بحيث إن تخش بقى أي حشرة تخش جوه بقي وأنا فاتحاه، لا بقول إيه؟ أنتم به مؤمنون. يبقى الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، ميم ساكنة لما يأتي وراها باء حكمها إخفاء. والمرة الجاية أقولك الحكم الثالث للميم الساكنة، وتخلي بالك من إيه وإيه ومن غير كتب تجويد.